تفتكر شوية وتنسى شوية. يبقى أنا لازم أتواجد هنا في البيت عشان أشرف على الحالة بنفسي. تتواجد هنا في البيت إزاي؟ مش فاهمة حضرتك. هتبات معانا يعني؟ آه يا ريت. شفتي الهزار؟ أخويا بيهزر، أخويا ده ورحمة مرتجي بيهزر. ورحمة مرتجي؟ أنت بتبشري على الراجل يا أشجار؟ لا، ما هي الرحمة بتجوز على الميت والحي يعني. آه طبعًا طبعًا. طيب بمناسبة مرتجي بقى، ما تقومي عشان تطمني عليه. أيوة أيوة، أطمن على مرتجي ليكون مات بجد. بصراحة بوضوح أنا كنت بطرقها، بمعنى يعني اسمها إيه دي، كنت بديها سكة بلغة اليومين دول. آه، ما أنا أخدت بالي، أصل حضرتك كنت مفقوس قوي. إيه ده؟ إيه؟ إيه الحلاوة دي؟ تسريحة شعرك حلوة قوي النهاردة. تسريحة إيه؟ ما هي دي اللي أنا بعملها على طول. أيوة يعني حلوة في عينيا، وواضح كمان إنك مرتاحة عن قبل كده. شوفي بقى يا عائشة هانم، أنا كنت عايزك تفتحي لي قلبك شوية. أنا عارف إنك يعني قلقانة مني ومن الرجالة كلهم، بس ده يعني جايز عشان النماذج اللي قابلتيها قبل كده كانوا كلهم مش ولا بد، كانوا يعني مشيهم مشي بطال وفلاتية وبتوع ستات. أمال حضرتك إيه إن شاء الله؟ أنا زيهم تمام، من غير بس ما ترفعي حاجب وتنزلي حاجب، اسمعيني وفهميني. أنا عشت طول عمري كده، أنا بحب الستات، ما هو أنتوا تتحبوا. لكن بعد العمر ده كله والسنين اللي عدت اكتشفت إني غلطان. وجاي تتوب هنا إن شاء الله. توبة نصوحة، توبة نصوحة إن شاء الله. أنا نفسي بقى أعيش اللي باقي من عمري مع إنسانة بحبها واحترمها. بص يا دكتور معتصم، الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بالنسبة لي خيال علمي، موضوع غير وارد أصلاً. يعني لو حضرتك بتتكلم بجد وفعلاً بتدور على زوجة يبقى أكيد مش أنا، ولو حضرتك عايز تهزر وتتسلى أنا حزعل، وحزعل جداً. وما أدراك، أجارك الله لما عائشة تزعل. أنا في بيت أصول وبفهم في الأصول، أنا ليا بس طلب واحد عند جلالتك. من غير جلالتك بقى، من فضلك والكلام المزوق ده. أكون ممنون جدا يعني لو تديني فرصة وما تقفليش الباب في وشي. اقتنعتي بيا، يبقى ربنا عايز لي الخير، ما حصلش نصيب يبقى دار ما دخلك شر. ممنون يا دكتور؟ دي ممنون دي لوحدها تخليني أقطع علاقتي بيك وبأختك. كلامي قديم صح؟ قديم قوي، خلاص ما بيتقالش دلوقتي. طب معلش معلش، أنا طبعاً هحاول أضبط الحكاية دي شوية. ها؟ أجي بقى ولا إيه؟ آه تعالي، أخوك خلص الفقرة بتاعته. يعني نقول مبروك؟ اقعدي اقعدي ساكتة على ما أجيب لكم حاجة تشربوها. طمني، خطبتها؟ مش قوي كده يعني، لكن تقدري تقولي خلاص ان احنا اتصاحبنا.